السلام عليكم ورحمة. اليوم متابعين حدوني تكتك كمية مرة خلال كم نص ساعة اقدر ولا لا؟ تبون صراحة يعني ما حسألني، بس يعني انا قلت ابغى اتحدى عمري يعني. خليني اشوف اقدر ولا لا. يلا نروح الحين الساعة 11:22، ما ادري يبين ولا لا. هل اقدر اسويها في نص ساعة ولا لا؟ بسرعة ما عندنا وقت. كرتين موجودات لو بغير. يلا نبدأ. 1 7 23. ترى سهلة. 30 ما أدري كم. أتوقع 36. رد نعيد ونروح ونكرر. طلعت 13 14 15. لا تتمسخر تتمسخر. نسوي التحدي 200. يلا 7 8 10 15. لازم اخذ نفس شوي اريح نص ساعة حاط ببالي، بس يلا اهم شيء تجيبه مو بسرعة بسرعة. يلا 5 13 14. شبك خر. والحين بيبدا الجد. 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90. الحين طيحت فضل. امير خلصت. يلا كم اوصل؟ 110 ايش صار؟ كم؟ 115 120 شيتي. متابعين نكمل ولا لا؟ نكمل ولا لا؟ كمل 200. يلا خلصت بسرعه ترى. 200 يلا نحاول 200. شو تسوي بعد؟ ما نحتاج الكره الثانيه صح شباب؟ يلا 2 3 4 5 10. ثلاثين أربعين خمسين. ترى حر شباب. ستين سبعين 80 90 100 110 120
130 تتوقعون التكتيك اصعب ولا العادة؟ مية واربعين مية خمسين مية ستين مية سبعين مية ثمانين مية تسعين ميتين لا يوم اوصل الرقم اللي ابغيه سيدا نريح 300 300 متابعين ولا لا 300 يلا نروح 300 انت اللي هني 300 بعد ولا لا كمل 300 انت اللي هني كمل 300 ولا لا كمل يلا يلا 300 من هالمحاولة الوحيدة إذا ما جبتها خلاص ما في إعادات إلا إذا تحديتوني طبعا واحد اثنين خمس ست سبع عشرين لازم استعمل الريل اليسار عشان اريح الريل اليمين عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين مية مية وعشر مية وعشرين مية وثلاثين مية واربعين مية وخمسين مية وستين مية وسبعين لا لا على الأقل وصلت 200 أول شيء بعدين وصلت 170 أول مرة وصل 200 يوم كنت صغير يمكن وصل 90 شيء شيء ما مكملنها فكملنا التحدي أنت بصراحة البارحة ما أتوقع كنت تستعمل الكرة الحمراء كنت تستعمل هالكرة البارحة كنت أجرب قلت هذا يستوي ولا لا نص ساعة ممكن تحدي قوة هذا طالع نقدر نقدر عشان نكون صادقين الساعة 11:34 تقولي ولا خربت هذه الساعة شد قدمت ليش أقدم لأن أقدر المهم لو عندكم أي تحدي يا متابعين هذا كان أنا مني من مخي لو عندكم تحدي تبوني أسويه خبروني وأنا جاهز لها سبسكرايب فور مور سي يو ليتر حار يا جماعة حار ليش زي الظهر ياي ليش للظهر أوكي